بداية الفلورايد هو عبارة عن معدن من المعادن اللي بيكون نسبة تركيزها وجودها بالأغذية قليلة جدا. هلا بصراحة المصدر الرئيسي للفلورايد بالنسبة للإنسان هو مياه الشرب، وهذا التركيز اللي موجود في مياه الشرب عادة في البلاد المتقدمة بيكون مضاف لمياه الشرب المعالجة، ما بيكون موجود لحاله بكميات قليلة. لكن في بعض الأماكن اللي بيكون الاعتماد على مياه الشرب من الآبار الارتوازية أو المناطق الزراعية بيكون الماء أو الفلورايد اللي موجود في الماء نتيجة انتقاله من التربة باتجاه الماء. هلا الأغذية اللي بتحتوي على الفلورايد هي قليلة جدا، بعض الأعشاب بتحتوي على الفلورايد وبعض الأسماك بتحتوي على الفلورايد. نعم دكتور، احنا عادة بنعرف انه بيستخدموا الفلورايد لحماية الأسنان من التسوس، هل هناك فوائد أخرى للفلورايد لجسم الإنسان؟ هلا هي وظيفة الفلورايد الأساسية حماية الأسنان، إلها بعض الفوائد على العظام بتقوية العظم، لكن مثل ما نبهنا إنه الفلورايد لازم تكون كمياته قليلة مدروسة بحيث إنه ما يؤدي إلى تأثيرات جانبية. هلا فائدة الفلورايد الأساسية هي حماية الأسنان، كيف بيحمي الأسنان عادة البكتيريا اللي موجودة بالفم نتيجة وجود الطعام والسكريات، بتتحد البكتيريا مع السكريات بتؤدي لبعض لإنتاج بعض الأحماض، هاي الأحماض بتأثر على مينا الأسنان وبالتالي بتؤدي لتآكل المينا وبالتالي بتؤدي لتسوسات الأسنان المتكررة. الفلورايد بيحمي مينا الأسنان، بيحمي الطبقة الخارجية للأسنان من التعرض لهاي الأحماض، وكمان في بعض الأحيان ممكن إنه يساعد على قتل البكتيريا الضارة في الفم أو في الأسنان. نعم، ولكن إذا يعني نتحدث اليوم عن الأضرار، ماذا نعني بهذه الأضرار إذا زادت النسبة، وماذا نعني أيضا بتسمم الفلورايد؟ نعم، هلا الفلورايد مثل ما حكينا لازم تكون تراكيزه قليلة ومدروسة في المياه، في مياه الشرب اللي بيتعرضوا لها الناس والأشخاص. هلا التسمم الفلورايد بيصير لما نتعرض لجرعات عالية كتير كبيرة من الفلورايد، بيؤدي لبعض الأعراض مثل ألم البطن، الغثيان، الاستفراغ المتكرر، وحتى في بعض الأحيان ممكن يؤدي لتسمم عصبي، يؤدي لتشنجات ونوبات صرعية، تشنجات بالعضلات. كل هاي أعراض للتسمم بالفلورايد واللي بينتج عن التعرض لجرعات عالية من الفلورايد. لكن كمان بنفس الوقت ممكن التعرض المزمن بجرعات عالية من الفلورايد، مش جرعات كبيرة تؤدي لتسمم لحظي، ممكن يؤدي لتجمع الفلورايد في الجسم وبالتالي يؤدي لمشاكل أخرى مثل هذا التأثير السلبي على الأسنان، ممكن يعمل طبقات بيضاء على الأسنان. هذا الشيء بصير مبين مع أطباء الأسنان لما يفحصوا الأشخاص. ممكن كمان التعرض لجرعات عالية من الفلورايد يؤدي لتسمم العظام، تصير العظام أكثر يبوسة وأقل مرونة، وهذا بيؤدي لكسور متكررة، وفي بعض الأحيان ممكن يؤدي لمشاكل في المفاصل. كمان التعرض المزمن للفلورايد بجرعات عالية ممكن يؤدي لآثار سلبية على الغدة الجارات الدرقية، أو حتى مثل ما بيّنت الدراسة اللي كنا عم نحكي عنها نعم. إنه ممكن تؤدي لتأثيرات بالتطور السلوكي والإدراكي عند الأشخاص، خاصة الأطفال اللي بتعرضوا لهذه التركيزات العالية لكن على فترات طويلة. دكتور، هاي الدراسة أجريت على مجموعة من الأطفال في أثيوبيا واللي هم بيعتمدوا على الآبار، يعني المياه الطبيعية من الآبار يشربوا منها، واللي هي بتحتوي على نسب عالية، في منها وصلت لغاية 15 مليليتر ميلي جرام لكل لتر. ولكن بنطلع هون يعني مين ممكن يكون كمان معرض، هل يعني وين ممكن يكون كمان من الأطفال معرض لهاي النسب العالية من الفلورايد؟ هلا الاطفال اللي بيتعرضوا لتركيزات عاليه من الفلورايد هم الاطفال اللي عاده بيكونوا مثل ما حكينا موجودين في المناطق الزراعيه اللي بيعتمدوا على مياه الشرب من الابار الارتوازيه، المياه الغير معالجه اللي مش مدروس نسب المعادن الثقيله او حتى المعادن السامه فيها. فمثلا المناطق المعروف انه فيها مياه الابار الارتوازيه تركيز الفلورايد فيها عالي،
في عندنا مثلا الصين، الهند، دول افريقيا بشكل عام، المناطق اللي بيعتمدوا على الآبار الارتوازية او المناطق الزراعية، وبالاخص اثيوبيا. حتى كمان التعرض المزمن مش بس من المي، من مياه الشرب، ممكن حتى نتيجه وجود او الام اذا كانت بتشرب هاي المياه واثناء الحمل ممكن ينتقل التراكيز العاليه من الكلورايد من الام باتجاه الجنين عن طريق المشيمه، وهذا الكلورايد ممكن يعبر حتى الحاجز الدموي الدماغي اللي هو البلد برين بارير باتجاه الدماغ، ويأثر على الأعصاب وبالتالي يأثر على تطور الطفل مع نموه خلال عمره يعني. نعم، إذا هناك عناصر أخرى ممكن أن تؤذي الأطفال إذا زادت نسبتها دكتور؟ نعم صحيح. هلا بصراحة في كثير دراسات تجرى على المعادن الثقيلة أو المعادن السامة وتأثيرها على الأطفال. في بعض المعادن معروف أنها لها آثار سلبية على الأطفال مثل الرصاص. زمان كان نعم. في الدهانات اللي بتستخدم يعني لطلاء المنازل كانت بتحتوي على نسب عالية من الرصاص، واكتشفوا انه الرصاص اللي موجود في هذه الدهانات بيؤدي لتسممات عند الاطفال، بيؤدي لفقر دم. الزئبق كمان من المعادن السامه اللي ممكن تاثر على الانسان، مشان هيك يعني لغينا استخدام ميزان الحراره الزئبقي. الزرنيخ من المعادن السامه اللي ممكن كمان وجودها بتركيزات عاليه تاثر وتؤدي لتسممات متكرره. وحاليا مع وجود عندنا مجموعه كبيره من الاطفال اللي بيتم تشخيصهم بالتوحد او حتى بالمشاكل السلوكيه والادراكيه، فكثير من اصابع الاتهام بتتوجه تجاه المعادن السامه والثقيله كسبب من الاسباب اللي ممكن تؤدي الى التوحد والمشاكل السلوكيه والادراكيه عند الاطفال. نعم، سؤالي الاخير دكتور، يعني اكيد لازم نطمن اللي عم بيحضرونا بالاردن، مياه الحنفيه بالاردن عندك فكره قد ايه نسبه الفلورايد فيها؟ هلا احنا الاردن من الدول اللي مياه الشرب معالجه فيها، فدائما بتكون نسب الفلورايد عندنا اقل من النسبه يعني اللي بتم التوصيه فيها عالميا، واللي هي اقل من 1.5 ملي جرام بير لتر او 1.5 ملي جرام لكل لتر، او حتى في النسبه الافضل هي لازم تكون اقل من 0.7 ملي جرام لكل لتر، لكن كرقم ثابت اكيد ما في عندي رقم ثابت، لكن يعني احنا بنطمن المشاهدين انه في الاردن مياه الشرب هي مياه معالجه بيتم إضافة الفلورايد لإلها بالنسب الموصى فيها عالميا. نعم، شكرا جزيلا لوجودك معنا دكتور، وأهلا وسهلا فيك.